حفيظ الدراجي غادي يجيبها فراسو. فقد وجهت الرابطة المغربية للصحفيين الرياضيين في شخص رئيسي عبد اللطيف المتوكل رسالة مفتوحة إلى ناصر الخليفي رئيس مجلس مجموعة في شأن تدوينات العدائية للمدعو الدراجي تجاه المملكة المغربية. وفيما يلي نص الرسالة: تتابع الرابطة المغربية للصحفيين الرياضيين باهتمام كبير وقلق شديد الحملة العدائية التي يشنها بين الفينة والأخرى المدعو حفيظ الدراجي الصحفي بقناة بي ان سبورت على المملكة المغربية وقضاياها الثابتة والمصيرية والمقدسة من خلال تدوينات عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي محملة بعبارات ومضامين الحقد والكراهية وتدليس وتشهير تجاه الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسياسته الخارجية في خرق سافر لمقتضيات الصفة التي يحملها كمعلق ينتمي لقناة مشهود لها بالمهنية والاحترافية العالية والحياد الإيجابية، وتقتضي منه النأي بنفسه عن استغلال موقعه في هذه المؤسسة الإعلامية الرائدة عالميا لتنفيذ إملاءات وتوجهات مشبوهة وعدائية تجاه المصالح العليا للمغرب. واللافت للنظر هو أن المعلق حفيظ الدراجي لم تصدر عنه أفعال مناوئة للحقوق والقضايا المقدسة للمغرب والثابت على مر تاريخه الحديث إلا في الفترة الأخيرة، على الرغم من عمله في قناة بي ان سبورت منذ سنوات، وهو ما يؤكد توظيفه من قبل جهات خارجية مناوئة للوحدة الترابية للمغرب في حملة ممنهجة ومفضوحة ومدانة من جميع مكونات الشعب المغربي وقواه الحية من طنجة إلى الجويرة. وفي هذا الصدد نتوجه إلى سيادتكم بهذه الرسالة المفتوحة قصد التدخل لوضع حد نهائي لهذا العمل التعسفي والعدائي الذي يقوم به المعلق حفيظ الدراجي في حق ثوابت ومرتكزات المغرب واستغلاله لا أخلاقي ولا مشروع لموقعه وصفته في قناة بي ان سبورت لتمرير خطابات سياسية يائسة وتضليلية ومتعفنة ومسمومة لا تتعارض فقط مع أسس وأخلاقيات الميثاق الإعلامية في بعده الإنساني والكوني ومع المبادئ الرياضية التي تنبذ كل أشكال التمييز وخطاب الحقد والكراهية، وإنما تناهض وتتمرد أيضا على قيم التعايش والتسامح والتضامن والوحدة التي تأسست عليها قنوات بيننا لتكون سدا منيعا وحصنا حصينا ضد مختلف مظاهر التفرقة والتنافر والعداء بين الجماهير الرياضية العربية. وتفضل السيد الرئيس المحترم بقبول فائق عبارة التقدير والامتنان. نشكركم على حسن المتابعة.